إلى الأردن مبادرة شبابية لتطوير ما يوصف بأول موقع وتطبيق عربي لتقديم فرص التعليم للشباب في المنطقة. المشروع اسمه فرصة، والعنوان طبعا عنوان الموقع فرصة.com. بدأ بفكرة منذ عدة أعوام لتسهيل عملية البحث وربما الربط ما بين الطلاب العرب والمنح الجامعية وأيضا الفرص التعليمية في الدول الأجنبية. اليوم وبعد عدة أعوام من تطوير الفكرة يخضع الموقع لعدد من التعديلات لجعله أكثر تفاعلا مع المستخدمين، مصحوبا أيضا بتطبيق جديد مخصص للهواتف الذكية. ربما الفريد من نوعه في هذا الموقع هو أنه بدأ منذ فترة، يعني هو ليس جديد. موقع فرصة بدأ كمدونة عام 2008، ثم من بعدها تحول إلى موقع إلكتروني، واليوم نتحدث عن إطلاق التطبيق ليتماشى مع أيضا نسخة جديدة تفاعلية للموقع نهاية يوليو. كل ذلك طبعا للربط ما بين فرص المنح الجامعية والطلاب العرب. سنتعرف أكثر عن خصائص هذا الموقع الجديد وكيف يتم استخدام فوائد مواقع التواصل لتحديث الموقع والتطبيق الجديد. سأرحب من عمان بمؤسس مبادرة فرصة سامي الحوراني. سامي، أهلا بك في تغريدة الصباح. ربما لو تبدأ معنا أبرز أو أكثر شيء حديث ستقدموه في هذا الموقع، ما هو؟ صباح الخير جسي، وصباح الخير لكل متابعين برنامج تغريدة الصباح. الحقيقة زي ما حكيتي بالمقدمة، الموقع فرصة بلش من بلوج أو مدونة ب 2008. عم بتكون هاي المدونة بتحاول توصل الشباب في الوطن العربي بفرص التعليم، إن كانت منح دراسية أو كانت زمالات أو كانت تدريبات معينة أو ورش عمل إلها دخل بتطوير قدراتهم التعليمية أو الكارير باثوي تبع الشباب في الوطن العربي. هلا اليوم عم نحكي على اكثر من 750 الف متابع على صفحتنا على الفيسبوك. والحقيقه واحده من الاشياء اللي كانت سبب نجاح الموقع هو وسائل التواصل الاجتماعي اللي عملت بنسميها الوصول المتساوي للشباب لهي الفرص. يعني احنا استفدنا من انه مواقع التواصل الاجتماعي بتعطي الفرصة للجميع باختلاف توجهاتهم وطبقاتهم الاجتماعية والاقتصادية، بتعطيهم الفرصة المتساوية لهم يدخلوا ويعرفوا عن هاي الفرص التعليمية اللي موجودة. هاي كانت فكرة فرصة ب 2008، وب 2011 اطلقنا الموقع، واليوم عم نستنى لنطلع التطبيق الجديد، تطبيق الهاتف على اندرويد وعلى الاي او اس او الابل ب 30/7، وبالاضافه لاضافات جديده على الموقع لها دخل بانه يصير اكثر تفاعلا. فهلا فرصه رح يصير من موقع عم بيحط هالفرص التعليميه بطريقه اللستنج او يعني عم السرد لموقع اجتماعي عم بيوصل الناس ببعض، وعم بيوصل المؤسسات التعليمية بالشباب مباشرة. يعني زي كأنه فيسبوك صغير للتعليم، فهو موقع تواصل اجتماعي تعليمي بطريقة مختلفة. فراح يكون زي ما في تايم لاين أو اللي موجود على فيسبوك، راح يكون على فرصة بس لفرص التعليم. طيب سامي، ربما أسألك، في زمن مواقع التواصل والفيسبوك والسناب شات والإنستغرام كل الفرص والمنح المدرسية وربما المؤسسات التعليمية تتواصل مباشرة مع الطلاب بهذه الوسائط، فما الحاجة لمبادرة مثل فرصة؟ جميل. اللي عم نعمله بفرصة إن كان من التطبيق ولا بالويب سايت هو عم بيكون بنسميها احنا فرص تعليمية متخصصة للشخص. فالتايم لاين بدل ما الشخص يقعد يدور على هالفرص إن كان عن طريق جوجل أو عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، هو عم بدخل على صفحته على موقع فرصة وعم بشوف كل الفرص اللي بتلائمه على حسب عمره، على حسب مستوى التعليمي، والإشي الأهم على حسب شغفه وعلى حسب الإشي اللي هو برغب فيه واهتماماته. فب 30/7 رح نقدر نشوف كيف الشاب الأردني أو الشاب العربي رح يقدر يفتح على موقع فرصة ويكون عنده تايم لاين معين من فرص بتلائمه، يعني مش بس إنه يقعد يدور. يعني هي أكثر مسهلين إحنا الموضوع لأنه الشخص يلاقي personalized opportunities. نعم. طيب عندما نسهل هذه عملية البحث، ربما لديك بعض أو مثال على قصة نجاح أو شخص ربما تمكن من استخدام فرصة بطريقة المهدوف بها، ربما تعطينا مثال؟
يعني كثير من الأمثلة من قصص النجاح إن كان بمصر بتونس بالأردن، يعني في من الشباب بالأردن، في شاب محمد الكسواني كان من سكان محافظة العقبة، ما كان عارف وين بده، يعني عنده اهتمام بالبرمجة وبالعلم الحاسوب أو الآي تي، من خلال موقع فرصة وصل لجوجل ووصل لموتزيلا، فايرفوكس، هاي واحدة من المنح الدراسية المهمة، وهلأ يعني بعالم آخر. ف كثير في فرص تعليمية عم يعني عم تنقل الشباب من وضع معين لوضع، بتفتح آفاق جديدة بتخليهم الحقيقة. واحدة من الأشياء هي كمان تبعث الأمل، يعني واحدة من الأشياء اللي بنحسها إنه كمان الشباب العربي بحاجة ل نوع من الأمل ومن الدفعة والتحفيز، إنه في فرص تعليمية بتقدروا تعملوا، عندكم قدرات كتير كبيرة، بس استغلوها، وإحنا بس رح نعطيكم أول الطريق ورح نسهل عليكم المهمة من خلال هالتايم لاين اللي عم بيعطيكم فرص بتلائم قدراتكم وبتلائم الإشي الأهم الحقيقة من القدرات هي الشغف. كتير إحنا عم نركز إنه الواحد يتابع شغفه أو يمشي وراء الإشي اللي هو بحبه واللي مهتم فيه أكثر ما الأشياء اللي إنه والله شو أهله بدهم أو المجتمع بيملي عليه. فعم نحاول إنه يكون فرصة نقطة توصل. ربما فقط يعني سؤال سريع، كل فكرة جديدة، كل مبادرة تتبع استراتيجية خاصة لمواقع التواصل لنشرها، ربما سريعا ما كانت استراتيجية فرصة دوت كوم لكي توصلكم اليوم إلى تطبيق على الهواتف الذكية؟ الاستراتيجية كانت انه نوفر هالفرص بشكل متساوي للكل، يعني عم نحاول كنا قد ما بنقدر بكل الوسائل انه نكون عم نوصل للناس وين ما كان ونوصلهم هاي الفرص، نقدر نجيب كل المؤسسات التعليمية، المؤسسات المانحة ونحطها بمكان واحد، هاي كان هدفنا الأساسي. اليوم عم نحكي على أكثر من 450 مزود للفرص، عم بيكونوا بتواصل مباشر مع 100,000 مسجل على الموقع الحالي، ومنشوف انه هذا الموضوع ان شاء الله راح يزيد بالموقع الجديد وبالتطبيق الجديد. فاستراتيجيتنا يعني هي اكثر مبنيه على الاوبن اكسس او على الوصول المفتوح للجميع. تمام، طبعا سنتمنى لكم التوفيق في هذه المبادره الشبابيه. مؤسس مبادره فرصه سامي الحراني من عمان، شكرا جزيلا لك.